بسم الله الرحمن الرحيم. معكم أخوكم علي محمد الفيل، جوكر في المنطقة الجنوبية. هنتكلم مع بعض النهاردة عن فكرة How to Achieve Work-Life Integration. في البداية بس حابب نفرق مع بعض بين حاجتين مهمين قوي، اللي هي الولاءات والأولويات. الناس اللي اتكلمت في الموضوع ده اتفقوا إن معظم الناس عندهم أربع ولاءات، اللي هم الدين والوطن والعمل، ونقصد هنا بالعمل اللي هو الشغل اللي بناكل منه عيش. رابع حاجة اللي هي الأسرة، والأسرة بنقصد بيها كل ما يحافظ على كيان الأسرة من التفكك. هنا بنحب نسأل نفسنا سؤال مهم، اللي هو هل لو أنا عندي عمل، هل إن أنا عندي أسرة، هل ده معناه إن أنا أمتلك لايف؟ وأقصد هنا بكلمة لايف اللي هي satisfied life. من هنا ظهرت الفكرة التانية اللي هي الأولويات. الأولويات لها تقسيمة معينة، للتقسيمة الشهيرة اللي هي المهم العاجل، المهم الغير عاجل، العاجل الغير مهم، الغير مهم الغير عاجل. طب واحد هيسألني إزاي بنقدر نحدد أولوياتنا؟ الموضوع ده هنحط له بندين كده، إن هما الأولويات موضوع ريلاتيف. بمعنى إيه ريلاتيف؟ نسبي من شخص لشخص. أنا ممكن تكون أولوياتي في اتجاه، أولويات حضرتك في اتجاه، أولويات واحد تالت في اتجاه تاني، وتاني بيحكمنا فيه الظروف المتاحة. تمام؟ طبعا الحاكم للموضوع ده كله اللي هي فكرة التايم مانجمنت. يبقى أنا دلوقتي محتاج تايم، يبقى أنا محتاج أول حاجة أطلع تايم، وتاني حاجة أقدر أعمل له مانجمنت كويس. بالنسبة للوقت في مبدأين أساسيين، أول مبدأ اللي هو القدرة على الترك أساس النجاح. عشان أقدر أحصل وقت، طب أنا دلوقتي كنا قسمنا الأولويات على أساس المهم العاجل، المهم الغير عاجل، العاجل الغير مهم، الغير مهم الغير عاجل. تمام؟ دايما حاول تقفش نفسك وانت في مربع أربعة. تمام؟ ايه هو مربع أربعة؟ كل ما هو بيضيع وقتك، تمام؟ حاول تقلل منه على قد ما تقدر، ده هنطلع منه شوية وقت. تاني حاجة رتب وقتك. بمعنى ايه رتب وقتك؟ رتب أولوياتك، وبعد كده حاول تدمج كل حاجتين مع بعض تحت مبدأ اللي هو Organize and Synergize. دلوقتي هنحب نبدأ نتكلم مع بعض ازاي نقدر نحقق الورك لايف انتجريشن في بعض جوانب الحياة. لو بدأنا مثلا بجانب الكارير، هبدأ أشوف نفسي خلال 5 سنوات إيه اللي حققته وإيه اللي ما حققتوش. تاني حاجة ببدأ أحط لنفسي جول أقدر أوصله، من خلال الجول ده ببدأ أحط لنفسي خطة أبدأ أمشي عليها إزاي أقدر أحقق الجول بتاعي ده. تاني حاجة موضوع الفاينانس أو المصروفات بشكل عام، ده في ما بيعتمد على حاجتين. أول حاجة مصروفاتي، والايه اللي انا بصرفه وايه اللي انا بحوشه. تمام؟ لو بدأنا في بعض الحاجات البسيطة كده اللي الواحد بيحاول ينفذها بتقدر تساعدنا في الموضوع ده. اصرف اللي يتبقى من التحويش، مش حوش اللي يتبقى من المصروف. تاني حاجة ابدأ عدد مصادر دخلك. ومعنى عدد مصادر دخلك مش ان انت تشتغل اكتر من شغلانة، ان انت تحول الحاجة اللي انت مثلا البادجت اللي انت حطه مثلا ابدأ حطه في اكتر من حاجة، يبدأ يعمل لك حاجة اسمها second income تبدأ تتحرك من خلاله. لو اتكلمنا على مستوى الفاميلي، الأسرة أول حاجة محتاج تعرف ايه اللي بيعمل satisfaction لأسرتك. ممكن مثلا انت بتحب تخرجهم، هما مش بيحبوا الخروج وهكذا، فبنبدأ تقعد مع أسرتك نبدأ نعرف ايه اللي بيبسطنا، ايه اللي بيخلي حياتنا اكتر سعادة، ونبدأ نحط اهداف لكده وازاي نقدر نحققها. في مبدأ ذهبي بس مع الأسرة، ان دايما خلي لك رصيد. بمعنى ايه؟ دلوقتي الدنيا متاحة، أنا في أجازة، أنا في ويك إند، أقدر أخرجهم النهاردة، مفيش مانع أخرجهم النهاردة وبكرة وبعده طالما في وقت. لأن ممكن يجي عليك وقت في ظروف شغل ما تقدرش تتحرك، فيبقى ليك رصيد ساعتها عند أسرتك ما تعمل لكش مشكلة في الحتة دي. لو اتكلمنا على موضوع الأصحاب، حاجة فكرة كده بسيطة لفكرة إزاي تقدر تقضي وقت كويس مع أصحابك، دي مهم فيها فكرة السينرجايز. بمعنى إيه؟ إن أنا ممكن أخرج مع أصحابي بنعملش حاجة واحدة، إن أنا ممكن أروح رياضة برضه أخرجها مع أصحابي، ممكن في خروج عائلية يكون برضه فيها أصحابي. وبكده ممكن نكون بشكل مبسط قدرنا نحقق ولو جزء من الورك لايف انتجريشن. في النهاية حابب نفكر بعض بمبدأ مهم، ان مفيش حاجة في الدنيا بتمشي 100%، وزي ما بقولوا طلب الكمال من مهلكات الرجال، فلازم يكون عندنا حالة من الرضا بداخلنا. تمام؟ عشان نقدر نحقق أكتر، ويا رب نكون في النهاية قدرنا نساعدكم ولو بجزء بسيط، ان احنا مع بعض نقدر نحقق حياة وعمل متكامل. انا نهداوي.
النهدي، كلنا أمل.